ضاله وضاعت منه في الخراء، ويوم جات قلنا الله افرح بتوبه عبد من احدكم، يعني ضالته كانت في الذره ورجعت عليه، ويوم مسك بخطامها قال من شده ذرعها اللهم انت عبدي وانا ربك، قال اخطا من شده الله اكبر انا مخطئ ان شاء الله من شده الفرح بمحلك مرحبا بك مسهلا، انت فرحت شيء لي وانا خابر شيء لي عندك وعند العيال كلها. الله يطول عمرك وانا افرح بك يا ابو احمد. الله يطول عمرك، مرحبا بك مسهلا. عاد احنا الحين بعيدا عن الرسميه، نبي نتكلم ولا يبي يفرع والامور بسعه. ابو سلطان احمد ابدا ابدا، احنا والله مثل انا وسلطان دويحس